أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار أن مسرح البحرين الوطني يواصل عمله في استقطاب العروض العالمية المتميزة للسنة السابعة على التوالي، والتي تساهم في الترويج له كصرح يجمع ما بين حداثة التصميم والتجهيزات الملائمة لاستقبال العروض الدولية. جاء ذلك لدى استضافة خشبة مسرح البحرين الوطني عرضا مذهلا لباليه بحيرة البجع، حيث أحيا العرض مسرح بيرن الروسي للأوبرا والباليه. 7 أعوام مضت استضاف مسرح البحرين الوطني مختلف أنواع الفنون خلالها، فرسم بها الابتسامات على محيا محبي تلك العروض الفنية المتميزة. فهذا المعلم الثقافي الجميل تم تشييده بدعم من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كونه الداعم الأول للثقافة في البحرين. في كل عام نحتفل، ودائما احتفالياتنا تأتي مع عرض للباليه. كان العرض الأول على هذا المسرح في بدايته الأولى، واليوم العيد السابع له. أنا أكثر من سعيدة لحضوركم لتواجدكم في الثقافة. نحتفل كل عام بعيد المسرح، وأيضاً هذا العام نحتفل من يوبيل لآخر، كل يوبيل لمحطة رئيسية في هذا الوطن الجميل نحتفل فيها. اليوم نجدد شكرنا وخالص تقديرنا لجلالة الملك الذي أهدانا هذا المسرح. مسرح البحرين الوطني يواصل عمله في استقطاب العروض العالمية المتميزة للسنة السابعة على التوالي، والتي تساهم في الترويج له كصرح يجمع ما بين حدثات التصميم والتجهيزات الملائمة لاستقبال العروض الدولية، بما يتناسب مع مكانة البحرين كمركز حضاري وثقافي إقليمي وعالمي. نعتبر المسرح الوطني كنزاً ورمزاً للمستوى العالي للثقافة والحضارة في مملكة البحرين، ففعلاً نستفيد أنا شخصياً والجالية الألمانية التي تعيش في مملكة البحرين بهذا المسرح وبكل الفعاليات القائمة لهيئة الثقافة والأثار وتحت رعاية معالي الشيخة مي. برأيي هو محور لكل شيء الإبداع في الوطن. طبعا نحن الحمد لله يعني نشكر جلالة الملك على التبرع والفكرة الجيدة الممتازة، لأنه خلقت أجواء مش شيقة وبس، فيها متعة للروح وللنفس ولكل للإنسانية بالحقيقة. فأنا بكل إخلاص بقول لك إياها، كل ما أجي لهون بشعر بسعادة أكثر وأكثر وأكثر. تنوع ثقافي مهم جدا، من الباليه للكلاسيك الموسيقى الكلاسيكية، للأغاني الكلاسيكية، للمسرح الكلاسيكي. في ذكرى انطلاقته الأولى، يقدم المسرح الوطني على خشبته سنويا عرضا للباليه، وفي هذا العام استقبل عرض بحيرة البجع الذي قدمه مسرح بيرب للأوبرا والباليه الروسي. فهذا الصرح الثقافي استطاع أن يؤكد مدى التزام مملكة البحرين بالاستثمار في الثقافة، على اعتبار أنها وسيلة لبناء جسور التواصل مع الشعوب الأخرى. صرح ثقافي متميز يتفرد بتصميم معماري ساحر وأنيق، يقدم على خشبته الكثير من العروض الفنية العربية منها والعالمية لجمهور متعطش لهذه الفنون بأنواعها المختلفة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.